اهلا. كيف حالك؟ بخير. اطلبي ما تريدين فانا استطيع ان ابيعك اشياء تجعلك تقومين بامور مميزة. صحيح، ساقوي قلبي وادخل اليه. يا الهي، اخشى ان تكون هذه المرأة شريرة كما يقال عنها، ولكني لم اسمع بانها اذت احدا من سكان المدينة. قد يكون كل ما يقال عنها شائعات، ولكن اذا كان كذلك فلماذا لا يدخل متجرها احد؟ ربما علي الهرب، ولكن ها القلادة نفسها التي كانت تلبسها ديما، اذا فقد اتت الى هنا. هذا غريب. ايتها الفتاة، ماذا تفعلين عندك؟ لا شيء. والان اخبريني لماذا اتيت الى هنا. أتيت للاطلاع على المكان. لماذا تراوغين؟ أتيت لكي أساعدك على الأمر. لماذا لا تقولين ما تريدين وبصراحة؟ كيف علمت بذلك؟ سوف أسألها. اسمعي. أريد الفوز. لماذا؟ في مباراة كرة القدم. ماذا؟ ما هذا الطلب السخيف؟ أطلب شيئا معقولا يمكنني تحقيقه. ألم تقولي إن في إمكانك تحقيق أشياء عجيبة؟ أكنت تبالغين أم ماذا؟ أغضبتني حقاً. طم طم، لا لا، صايدة هذه الفتاة.